حلقة النهاردة يعني ايه كلمة زمالك؟ وقبل ما اشرح كلمة زمالك انا كنت بتكلم مع واحد صاحبي ليه التفسيرات اللي فيها خرافة وشطح هي اللي بتنتشر، زي اللي يعوز البيت يحرم على الجامع على ان هو جامع الضرائب، وطبعا ده كلام فارغ، او ان اللضا هي عملة معدنية كان اسمها الله ضامن، وبرضه ده كلام فارغ. ليه التفسيرات دي هي اللي بتنتشر؟ فقال لي انت لو قلت للناس ان زمالك اصلها واحد كان بيحب واحدة اسمها عزة وماشي في الشوارع بتاع المكان ده ويقول لك عزة مالك عزة مالك، فالناس حبت الكلام ده وقاموا يسمونها زمالك. طبعا ده كلام فارغ والناس هتحبه، وهو ده اللي ينتشر زي ما قال في هز القلطوف الشربيني ان دي تفسيرات فشرويه هبليه. طبعا الزمالك اصلها كلمه تركيه مفردها زملك وهي معناها عشه. في حاجة اسمها الاستعارة من لغة أخرى، يعني لما تكون أنت ما عندكش الكلمة أصلا فأنت بتستعيرها. لكن في حاجة غريبة أوي حصلت في اللغة المصرية بتاعتنا دي، إن أنت بيبقى عندك الكلمة أصلا وبرضه تستعير. مثلا عطر، جبت كلمة بيرفيوم وبرفان وي وي مع إن عندك أنت كلمة عطر. حصل إيه بقى؟ حصل إن في كلمات أنت بتجيب بالمصري وبعدين تجيب الكلمة اللي أنت مستعيرها. مثلا يقول لك إيه، فلان ده طلع من العملية دي صاغ سليم. صاغ كلمة تركية بمعنى أصلا سليم، فأنت جبت كلمة سليم بس بالتركي وبعدين سليم بالعربي. مثلا إيه ده، أنا شاريها جديدة نوفي. نوفي كلمة لاتينية بمعنى جديد، فأنت جبت كلمة جديد وبعدها نوفي. فدي حاجة غريبة وظاهرة ملحوظة في المصرية اللي إحنا بنستعملها النهاردة. تسمعهم يقولوا زي الددبان، احيانا بيبقى حد رايح جاي كده اقعد يا ابني انت عامل كده زي الددبان ليه، لازق له رايح جاي وراه زي الددبان. الغريبه كلمه زي الددبان دي عايشه لدرجه ان في ناس افتكرتها الدبان جاي منها. الغريبه ان كلمه الددبان كلمه فارسيه قديمه تراثيه، عاشت ازاي على لسان العامه ما تعرفش. الددبان هي في الاصل ديدبان، لدرجه ان في ناس بيقولها ديدبان فعلا، مقسومة نصين ديدا وبان. ديدا كلمة فارسية بمعنى عين، وبان الحامي والحارس. هي في الأصل خالص المصطلح على بعضه بمعنى الطليعة، الحارس، المراقب، حد بيحميك يعني. اقعد يا ابني انت كده عامل زي الددبان. اسمعهم في مصر يقولوا فلان ده زميل تختة واحدة، ان هو قاعد على الديسك اللي احنا بنقول عليه الديسك النهاردة، اللي هو كان بنقول عليه زمان تختة واحدة، يبقى زميل تختة اللي هو المقعد اللي بنقعد عليه. كنا كمان بنقول على السبورة تختة، ومن الأمثال اللي كنا بنقولها حجة البليد مسح التختة. فازاي كلمة واحدة ولها معنيين؟ اللي متابع برضو الدراما السورية هيعرف ان تخت هناك يعني سرير. ايه اللي بيربط ما بين التلاتة؟ اللي بيربط ما بين التلاتة المادة اللي مصنوع منها، الديسك والسبورة والسرير اللي هو الخشب. فكلمة تخت بالتركية معناها خشب، فأي حاجة مصنوعة من الخشب بقى اسمها تختة. أول ما بنسمع إن في وزير مشكوك في سمعته إن هو حرامي شوية ومسكوه حاجة لها علاقة بالمال أو الاقتصاد، نقول إيه؟ إدوا القط مفتاح القرار، أو حرسوا للقط مفتاح القرار. كان أوضة غرفة المأونة اللي بيحتفظ بيها بالرز والعدس والزيت وي 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 وي. وكان في وظيفة اسمها كارارجي أو كالارجي، هو المسؤول عن الأوضة دي، أو مثلا نقدر نقول عليه أمين الصندوق. الكلمة دي جاية منين؟ الكلمة دي لها تاريخ طويل خالص، ممكن ترجعها لليونانية كيلاري بالراء واللام ومعناها غرفة أو قبو، وممكن ترجعها للآرامية إكليرا مخزن القمح خاصة، وهي الحقيقة موجودة بالقاف قرر في المصرية القديمة معناها قبو أو غرفة. يعني ببساطة شديدة لما يكون واحد خاين الأمانة وتمسكه منصب له علاقة بالأمانة. تقولوا وتسمعوا ومصر كلها بتقول خلي الطابق مستور. عمرك فكرت ايه هو الطابق؟ الطابق زمان ان يبقى فيه باب مقفول على حاجة معماري زي بدروم كده، الباب ده بيترفع لفوق وتنزل فيه. كلكم شفتوا ده في الافلام بتنزل فيه ايه، على سلالم. الحتة اللي تحت ديت سواء سرداب او دهليز دي كان بيبقى فيها كراكيب.
وفي قصة مشهورة إن في الأرندل التاني أو الثعلوك التاني شال الطابق ده ولقى أميرة كان واحد جني خاطفها، خاطفها من 25 سنة، ولما عمل معاها علاقة الجني موت الاتنين، فطلعت جملة خلي الطابق مستور. انت عامل الموضوع ده سبوبه، معلش بس ايه سبوبه كده على السريع وجاي لك. فايه كلمه سبوبه؟ كلمه سبوبه في ناس بتقول انها كلمه جديده، لكن لا، كلمه سبوبه الوزن بتاعها فعوله، زي جنونه، زي حدوته، زي عيوطه، موجود في الكلام المصري. طب ايه معناها؟ يتسبب اصلا يعني يتاجر، ولا يتسبب في الخرده يعني بيتاجر في الخده، في الخرده. فكلمه يتسبب ومتسبب يعني تاجر، فسبوبه يعني ايه حاجه صغيره كده، ايه سريع، رزق سريع على طول. وكلنا مش هننسى ويزو وهي بتقبح لزميلتها في المسرح مصر، بتقول ايه؟ الكوع مدبب والوش مهبب، واللي اصطبح بوشك لا يبيع ولا يتسبب. هم يقولوا او انت كمان بتقول ده فلان ده شخص متطفل، او لو انت بتدرس طب او عارف مصطلحات طبيه يقول لك ايه في طفيليات، ماشي. فالفكره ان متطفل ديت او طفيلي بيتدخل في شؤونك بدون استئذان، يعني فجاه كده حد حشري. الغريبه ان كلمه متطفل وطفيلي ما هيش مشتقه من فعل في اللغه العربيه، وبيطفل على الناس كل ده مشتق من اسم بني ادم. فاكرين لما قلنا القرافه نسبه لواحده اسمها قرافه، وقلنا حاجات تانية نسبه لاسم، طفيلي ومتطفل جاي من اسم بني ادم من العرب كان اسمه طفيل، كان بياكل ويوصل الاكل ويخش الولائم من غير دعوه. واحد اسمه طفيل اشتقنا منه متطفل وطفيليات في الطب، تخيلوا. اتكلم في ايه النهارده؟ اتكلم في ايه النهارده؟ هنتكلم في ايه النهارده يا جهبذ؟ جهبذ؟ ما حلوه جهبذ. نتكلم في جهبذ. انت تسمع يقول لك يا جهبذ او يا جهبذ الجهابذه. ايه كلمه جهبذ دي؟ الكلمه دي دخلت الحضاره العربيه الاسلاميه من بدري قوي، وهي كلمه فارسيه مقسومه نصين، جاه وباد، اللي هو المشرف على البودقه. البودقه دي اللي هي البودقه اللي كانوا بيسخروا فيها، يعني اناء قوي جدا بيستحمل حراره قويه جدا. طب ايه اللي خلاها برضه بمعنى عبقري؟ الجهبذ ده كانوا بيخلوه يعرف الناقد الكويس من المزيف، الحقيقي من المزيف، يعني شاطر قوي بيفهم في الحاجات. لكن برضه الخلفاء عينوه ان هو يكتب النقد ده، فبقى مسؤول عن الخراج. فالجهبذ بقى مسؤول عن الصرافه والصرفي، ويعرف النقد كويس من النقد الوحش، فجهبذ. تسمعهم يقولوا فلان لبسني السلطانية، زي ايه؟ اكلني الاونطة او اكلني البلوزة، المهم يعني فكرة ان هو خدعني. ايه اصل التعبير ده؟ هي كانت الحكاية بتقول ان في واحد اسمه عثمان عنده كوخ عايش جنب البحر، وما كانش فيه سمنة في البيت، فخد السلطانية عشان يروح يجيب سمنة لمراته والعيال، فركب مركب عشان يروح الجزيرة اللي جنبه، ما كانش فيه سمنة في الجزيرة بتاعه. المهم حصل عاصفة وبتاع، فوصل على جزيرة كده ما يعرفهاش، فطلع الملك، جنود الملك، ايه اللي معاك يا عم؟ لقوه ما معهوش غير السلطانية، ايه ديت اللي معاك؟ انت عدو ولا حبيب؟ وطلع السلطانية دي عجبت جدا الملك، فقال له انا هاخدها منك واديك هدايا وكنوز كتير. المهم رجع عثمان يحكي لصديقه علي انها حصل كيت وكيت وكيت. المهم علي ده كان غني ومبسوط يعني، لكن طمع ان هو ايه يكسب اكتر، فراح باع اللي قدامه، وبعدين راح الجزيره ديت جاب هدايا للملك عشان يديله هدايا، فالملك هيديله هدايا اكبر واكبر، زي كان اساسا كل اللي خده من عثمان كان سلطاني. فالمهم الملك قاعد يفكر يهادي علي بايه، فقال مش هقدر اديك اغلى من تاج الجزيرة، وتاج الجزيرة طلع في الآخر إيه؟ السلطانية اللي خدها من عثمان، عشان كده أقول لك إيه؟ لبسني السلطانية. دكتور ناصر عايزينك جو. امشي مشش في ركبك. يعني إيه بقى مشش في ركبك؟ كلمة مشش جاية من الخيل. الرجل القدامانية للخيل، كل القواميس قالت المشش جزء وارم في رجل الخيل من الجنب كده، قالوا انتبار او شخص في رجل الخيل، شخص يعني برضو ورم، وانتبار يعني ورم، او ورم في رجل الخيل. فالورم هو المشش، ورم في رجل الخيل. فلما تقول لحد جاك مشش في ركبك، انت بتدعي عليه بمرض بيأتي ويصيب الخيل. امشي جاك مشش في ركبك.
امك او ابوك يبقى مخنوق منك وبعدين يقول لك ايه، انا طفحت الدير دي عشان اربيك وعشان اصرف عليك وعشان عشان، او مثلا يجي مخنوق من الشغل ومراته تحط له الاكل وايه رايك في طعمه يا حبيبي، يقول لها طعمه دردي. فايه هو الدردي؟ الدردي هو المر، هو المالح قوي اللي هو مش طايق يعني طعمه. وهو في الاصل خالص لما كانوا بيصنعوا الخمره في براميل خمره كبيره، وياخدوا الخمره والبرميل يفضى على جدران البرميل من جوه وعلى الارضيه بتاعت البرميل بيفضل بقايا، البقايا دي بتبقى مره جدا ومالحه جدا، البقايا دي اسمها الدردي. فطافح الدردي يعني طافح المر وبينه مرار طافح. تسمعهم يقولوا فلان خلاص اتودك، زي ما شفتوا في بتاع جاي من فعل ودك. ايه تودك؟ كان زمان عشان الطاجن الفخار يبداوا يستخدموه، انت لسه شاري جديد اهوت، تقوم دهنه من جوه ومن بره يا اما بلبن رايب وفي الصعيد بعسل اسود، بعد ما تدهنه تحطه في الفرن ويتصمت ساعتها، يبقى كده كل المسام بتاع الطاجن الفخار ده خلاص اتقفلت، فتقدر تستخدمه وما يحصلش منه تسريب. فكده الطاجن ده بيسموه ايه؟ اتودك في الفرن. وجاي منين كلمة اتودك ديت؟ الودك أصلا في اللغة العربية الفصحى معناها الدسم، عارف الدسم اللي بتلاقيه في إيدك كده وأنت ماسك حاجة مدهننة؟ هو ده الفكرة، إن اتودك معناها إنه خلاص اتحط في الفرن وبقى صالح للاستعمال، وكان زمان اتودك في المصرية معناها يستعمل. تسمعهم أول ما الراجل يطلق وما يصرفش على عياله وما يدفعش النفقة، ده راجل نطع. راجل بيشتغل من عرق مراته، ده راجل نطع. سايب عياله ما بيصرفش عليهم، ده راجل نطع. عمرك ما سمعت طبعا ان في ست نطع. فايه بقى النطع؟ النطع لغويا هنتكلم عن النطع بالظبط لما كانوا بيجي يقدموا حد، يعني بيقطعوا رقبته يعني بيذبحوه بيحطوا تحتي نطع يشرب الميه عشان الدم ما يوصلش للارض، فده اسمه النطع. ما بيبانش عليه حاجة، شرب دم وما بانش عليه حاجة، جلده تخين. لكن الحديث بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون اللي هم المتجاوزون، اللي هم بيقولوا كلام وبس ما ينفذوهوش، بيتجاوزوا كلام وبس، لأن النطع برضو الغار بتاع البق. فعرفتوا ايه النطع؟ بقالنا فترة كده في كلمة اسمها يقول لك يمعلشني، أنا عايز حد يمعلشني. الكلمة دي حديثة، لكن الأصل إن احنا كنا بنقول معلش لما تجي تعتذر، معلش أنا آسف. لكن الأصل برضه ما كانش معلش، لو أنت رجعت الأمين الهنيدي كان بيقول معلهش معلهش. طب إيه بقى معلهش الأصل ده؟ كان معناها ما عليه شيء، ما عليه شيء. يعني إيه معلش؟ يعني هو ما عليهوش شيء، يعني ما يحاسبش يعني، او يعذرني يعني. فدي اتطور الكلمه لدرجه ان هو كلمه مشتقه من جمله عملوا منها فعل اسمه انا عايز حد يمعلشني، معلشه ما حصلتش قبل كده يا عم معلش. تسمع يقولوا ده شغل همبكه، يعني ايه؟ عامل شغل تصلقه، يعني ايه؟ بلو بليكه، يعني ايه؟ يعني من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله كده، ايه يوهمك انه عامل حاجه كويسه خالص وهي حاجه متنيله بنيله من جوه. يعني الاصل فيها خداع طبعا، كل كلمه من اللي انا قلته محتاجه فيديو لوحدها، لكن الكلام النهارده عن كلمه همبكه. همبكه منها يهمبك، وده راجل همباك، يعني برضه بيوهمك انه عامل حاجه كويسه وهو ولا عامل حاجه كويسه ولا حاجه، او يجي يرسم ان هو بيعمل حاجه قدامك وهو بس مجرد انه ياخد اللقطه ويمشي. الكلمه دي جايه منين؟ الكلمه دي جايه من الانجليزيه همبج، اتش يو ام بي يو جي. الكلمه دي هي كمان ما هيش انجليزيه اصليه، لانها بيقولوا لك دخلت الانجليزيه في القرن الثامن عشر عن طريق البحار، ما حدش عارف اصلها ايه، لكن الفكره انها اتنقلت للغه العربيه بكلمه همبج.